وكانت الدفعة الأولى من أبطال قواتنا المسلحة البواسل وصلت إلى أرض الوطن صباح اليوم بعد تسليم الراية إلى الدفعة الثانية التي باشرت مهامها ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستكمال مهمة إعادة الأمل في اليمن. الزميل محمد الجنيدي كان في قلب الحدث لدى استقبال الدفعة الأولى من أبطال الميامين ووافانا بالتفاصيل. سطروا مجدا سيؤرخ لهم التاريخ نصرهم. إنهم جنود الإمارات البواسل الذين بذلوا الغالية والنفيس من أجل تحرير عدن وسد مأرب التاريخي من قبضة ميليشيات الحوثي والمخلوع، فكانت طلائع الجيش من الدفعة الأولى وصولا إلى أرض الوطن وسط استقبال حافل من جموع المواطنين. اليوم ناصحين من الفجر وجايين من إمارة الشارجة علشان نستقبل إخواننا ونستقبل أهلنا ونستقبل كل من عز علينا. صراحة رجوعهم لنا سبب سعادة لنا، ونتمنى إن شاء الله الدفعة اللي رايحة ترد بالسلام إن شاء الله. نتمنى من كل الإخوان المشاركين في اليمن إن شاء الله عودتهم سالمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنصورين إن شاء الله. نقول الله يحفظهم ويطول بعمارهم إن شاء الله، إخواننا اللي ردوا واللي رايحين بعد موجودين هناك الحين الدفعة الثانية، الله يحفظهم إن شاء الله ويردهم بالسلامة سالمين غانمين منصورين إن شاء الله. وكلنا وياهم بروحنا وبقلبنا فكرنا كل شيء وياهم نحن طال عمرك. وصول الدفعة الأولى من أبطال قواتنا المسلحة البواسل إلى أرض الوطن بعد أداء مهامها في ساحات الشرف باليمن وبعد أن تم استبدالها بالدفعة الثانية، فالإمارات قيادة وحكومة وشعبا تبذل كل شيء لإعادة الأمل في اليمن والوقوف إلى جانب الحق وعودة الشرعية. الله وفقنا وانتصرنا وإن شاء الله النصر جاي بعد، والحمد لله رب العالمين. عادت القوافل معظمها سالمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهدانا ويجعلهم في جنات النعيم الفردوس الأعلى. نهني شيوخنا ونهني شعب الإمارات وأخواننا كلهم، ونرحب بأخواننا اللي عايدين من اليمن ومبارك لهم على الانتصار، وإن شاء الله أخواننا اللي راحوا اليمن نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والعودة السليمة إن شاء الله. رفرفة الأعلام ورفع رايات النصر وتواجد الصغير قبل الكبير لاستقبال جنودنا البواسل ينم عن اعتزاز الشعب بقواتنا المسلحة ومدى الترابط والتآزر والأخاء بين أبناء دولتنا المعطاء. الدفعة الأولى من أبطال قواتنا المسلحة البواسل وصلت إلى أرض الوطن حاملة معها رسالة عز وفخر ومجد واعتزاز، وتحتضنها فرحة عامرة من أبناء شعبها الوفي. لأخبار دار محمد الجنيدي.